أهلا ومرحبا بكم مع نقطة حوار جديدة، معي أنا محمد سيف النصر. وكأن الشرق الأوسط بحاجة لمزيد من البؤر المشتعلة والعنف، جاءت تطورات الأوضاع في جنوب لبنان لتتنسم الأنوف مزيدا من رائحة البارود وتلفح الوجوه لهيب نيران التوتر المتصاعد بعد أن هاجم حزب الله مدرعة عسكرية إسرائيلية بصاروخ، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين. هذا التطور لم يكن وليد اللحظة، وإنما سبقه قبل أيام ضربة إسرائيلية حصدت أرواح مجموعة من أهم قادة حزب الله الميدانيين ومعهم ضابط رفيع من الحرس الثوري الإيراني. فداحة الخسارة دفعت حزب الله وإيران للتهديد بوضوح أن الرد آت لا محالة على الاستفزاز الإسرائيلي الذي أكدت تل أبيب أنه لم يكن سوى استهداف لمجموعة حاولت التخطيط لضربها. أعقب ذلك أيضا سقوط قذائف هاون من الجولان على عدة قرى في شمال إسرائيل، رد عليها سلاح الجو الإسرائيلي بغارة على موقعين للجيش السوري قرب الجولان. وهكذا بتنا أمام سلسلة من الفعل ورد الفعل تتورط فيها إسرائيل في مواجهة كل من حزب الله وإيران وسوريا أيضا، في معادلة لابد أن تفضي إلى نتيجة من الدم والنار. فما المتوقع الآن؟ هل تشهد المنطقة التي تعاني من وطأة الصراع في سوريا وخطر تنظيم الدولة والتطورات في اليمن صراعاً آخر لا تحتاجه ولا يحتاجه العالم بالتأكيد؟ وما مغزى هذا التصعيد من أطراف الأزمة وفي هذا التوقيت؟ هل هناك أهداف إقليمية أو حتى داخلية لكل طرف متورط في هذه الأزمة؟ وهل تقود التطورات إلى مواجهة مباشرة بين إسرائيل من جهة وحزب الله وإيران هذه المرة من جهة أخرى؟ شاركونا حوار اليوم هاتفيا على رقم 00-44-20-77-65-02-11 ونصيا على رقم 00-44-79-30-40-47 أو عبر موقعنا على الإنترنت bbcarabic.co.uk. على صفحاتنا الإلكترونية المشاركة أيضا متاحة على فيسبوك وتويتر وجوجل بلس. زميلي أحمد عبد الرازق يتابع كل هذه المشاركات التي ترد لحظة بلحظة. مرحبا يا أحمد، وكيف كانت بداية الحوار؟ أهلا بك محمد. لأن موضوع محمد هو وليد اليوم وطرح للنقاش اليوم، فإن المشاركات الواردة عليه والمشاركات أيضا على تويتر تبدو غير محددة بنقاط معينة، تمضي في اتجاهات عديدة. جانب كبير من المشاركين اليوم يتحدثون في رد فعل أولي وتلقائي على الهجوم وما تبعه من رد إسرائيلي، وعمليات ربما تستمر اليوم أو تتواصل يعني للغد، لا أحد يعرف. لكن من الذين ردوا في رد فعل مباشر، نبيل الحطامي يقول هنا: نبارك هذه العملية النوعية، أتمنى ألا يبدأ النظام العربي يقول بالتشكيك بحزب الله وألا يربط بينه وبين ما قد تفعله إسرائيل بلبنان. هناك آراء كثيرة محمد تمضي في اتجاهات متعددة ومختلفة. نعم. عما ذكره نبيل الحطامي، وسنعرض لها خلال البرنامج. نعم، سنتابع طبعا هذه المشاركات معك لحظة بلحظة يا أحمد، شكرا جزيلا في هذه المرحلة. ونبدأ بالمتصلين هاتفيا، وأستمع بداية إلى علي حورية من لبنان. يا علي، ما رأيك، هل نحن على أعتاب مواجهة شاملة هذه المرة بين حزب الله وإسرائيل بعد التطورات التي وقعت اليوم وأيضا في الأيام الماضية؟ يسعد مساك. لا أعتقد أنه نحن على أبواب مواجهة عسكرية، لأنه كلا الطرفين بعتقد هني بحالة تركض الأمور، والوضع الميداني حاليا وضع كمان بحالة تركض. أما بالنسبة للعملية اللي حصلت، فهي عملية كانت متوقعة وصارت رد فعل على فعل قامت به إسرائيل منذ مدة في الأراضي السورية. نعم، طيب المشاعر كيف هي المشاعر في لبنان؟ أنا طبعا لا أعلم من أي منطقة تتصل، هل أنت قريب من مسرح العمليات التي وقعت في الساعات الأخيرة؟ لكن كيف هي مشاعر الناس؟ يعني هل الناس تطمئن إلى هذا التقدير الذي تتحدث عنه، أن الأمر لن يتصاعد إلى أكثر مما وصل إليه، أم أن هناك مخاوف من الناس والشعب اللبناني؟ بالنسبة للمواطنين اللبنانيين أو بالنسبة للمواطنين في الجنوب أو في بيروت، الناس طبعا كانت متوقعه هذه العمليه تصير من حزب الله، والمشاعر طبعا كلها ما
مع المقاومة وما حصل اليوم. وإذا حصل رد فعل من قبل إسرائيل على ما حصل اليوم، أعتقد أن كل المواطنين وكل اللبنانيين هم صف واحد إلى جانب لبنان. نعم. طيب تمام. طارق أحمد، خلينا نسمع لطارق أحمد يتحدث من لبنان أيضا. يا طارق، هل تتفق مع ما طرحه علي من أن التصعيد سيتوقف عند هذا الحد ولن تصل الأمور لمواجهة شاملة؟ وما الأسباب برأيك التي قد يعني تساعد على اندلاع مواجهة شاملة أو تساعد على أن يتجه الطرفان إلى احتواء الأمر؟ أنا بوافق الأخ علي على اللي عم بيقوله وإلى حد كبير. ما في أي بوادر لمواجهة شاملة. المواجهة الشاملة تحتاج إلى قرار عالمي كما حدث بال2006، مش قرار إسرائيلي لحاله. يعني نتنياهو لوحده لا يستطيع أن يأخذ القرار بالمواجهة. أي نعم. هل فقط الأمر متعلق بأن نتنياهو لا يستطيع أن يأخذ قرار توسيع العمليات؟ يعني ماذا عن حزب الله برأيك؟ يعني حزب الله هو الذي قام بعملية اليوم يقال ردا على الهجوم الذي وقع ضد عناصره وضد أحد قادة الحرس الثوري الإيراني. ماذا عن حسابات حزب الله؟ طبعا هذه العملية كانت متوقعة وبهذا التوقيت تقريبا، ردا على العملية اللي صارت بالقصير، لأنه إسرائيل بعملية اللي عملتها بالقصير كان تدخل سافر وعلني بخربطة الأوضاع في على الأرض السورية والحرب الدائرة بسوريا، وكان في تحدي، وجدت هذه العملية تحدي مضاد للعملية الإسرائيلية وبالتوقيت وبالمكان. يعني أنت ترى الأمر فقط في سياق الفعل، الفعل ورد الفعل، هذا رد فقط من حزب الله لا يهدف إلى المواجهة الشاملة. صحيح. عشان هيك أنا بخالف الطريقة اللي بعد إذنكم يعني أنتم فيها بالمقدمة البرنامج، وكان في كأنه حزب الله يفتعل حرب شاملة أو حرب مدمرة في المنطقة. الأمور ليست كذلك. ما في حد أقر شيء. نحن نتساءل إلى أين ستمضي الأمور. إحنا بس استعرضنا أحداث الأيام والأسابيع الماضية وطرحنا التساؤلات لكم، أنتم من تجيبون على التساؤلات. شكرا لك. بس ما كانت الحديث أو الجو هيك وقت اللي كان في عملية عملتها إسرائيل، العملية الأمنية اللي صارت بالقصير؟ لا، هو يعني احنا وقتها لم نناقش ربما هذا الموضوع في نقطة حوار، لكن نناقشه الآن. يعني ما النقاش الآن يتناول أيضا عملية القصير التي تتحدث عنها، لأن الأمر مرتبط ببعض، أو حتى هذا ما أعلنه حزب الله أنه يرد على ما تعرض له من عدوان حسب قوله من جانب إسرائيل. وكما قلت لك يا طارق، الحوار لكم وأنت والدليل أنك تتحدث. شكرا لك عموما يا طارق على المشاركة، ودعنا أيضا نشرك في حوار اليوم وعبر الأقمار الاصطناعية من العاصمة اللبنانية بيروت الكاتب والمحلل السياسي اللبناني فيصل عبد الساتر. مرحبا يا أستاذ فيصل. وربما كما استمعت إلى جزء من المشاركين، يعني هذا ليس استطلاع للرأي، بس هناك استبعاد لفكرة أن تصل الأمور إلى التصعيد. هل تتفق مع هذا الطرح ولماذا؟ يعني اولا للتصحيح استاذي الكريم، الاعتداء الاسرائيلي حصل في القنيطره وليس في القصير. هذا يعني يجب توضيحه. طيب صحيح. فيعني للتوضيح طبعا، يعني عندما الان نتحدث عن ما حصل اليوم في الاراضي اللبنانيه المحتله وفي منطقه مزارع شبعان، هذه عمليه قامت بها المقاومه. صحيح انها كانت ردا على ما قام به العدو الاسرائيلي من استهداف لمجموعه من كوادره في منطقه القنيطره في الجولان السوري، لكن هذه العمليه ايضا لها وظائف سياسيه ولها وظائف عسكريه. من اولى وظائفها العسكريه انها جاءت من خارج التوقعات في الدائره الجغرافيه، لان البعض كان يطرح تساؤلا ما اذا كان الرد سوف يكون من الجولان السوري أو يكون داخل فلسطين المحتلة أو يكون في أي مكان في العالم. جاء هذا الرد في المنطقة التي يريد حزب الله أن يذكر العالم بأنها منطقة لبنانية محتلة، ولا يزال العدو الإسرائيلي يحتلها، وهي مزارع شبعة وتلال كفر شوبة. هذا يعني فيما يعنيه الكثير من الدلالات. ثانيا، أن هذه العملية أيضا في بعدها المكاني
جاءت لتقول للعدو الإسرائيلي أنك مع كل التحصينات التي قمت بها نحن من يمتلك زمام المبادرة، ولست أنت من يقرر أين نقوم بعملياتنا وأين نقوم برد على اعتداء قمت به، وهذا أيضا يطرح الكثير من التساؤلات. ثالثا، أن هذا الأمر يأتي قبل خروج الأمين العام بخطاب متوقع إلى الرأي العام اللبناني والعالمي قبل 48 ساعة، ولم يمضي ذكرى أسبوع على شهداء القنيطرة. هذا أيضا يعطي الكثير من رسائل القوة لحزب الله في أنه يملك الإرادة ويمتلك السلاح وأيضا يمتلك المسرح العملي. طيب، هذه الحسابات التي تتحدث عنها أستاذ فيصل لافتة، لكن بالحسابات المباشرة الصريحة، هل كانت هذه العملية في إطار رد فقط على ما اعتبره حزب الله أنه اعتداء أو ما قامت به إسرائيل من استهداف عناصر الحزب، أم أن الأمر في إطار ما هو أكبر وفي إطار ربما استراتيجية معينة للحزب قد تسعى للتصعيد مع إسرائيل لردعها مثلا عن التدخل في الأجواء اللبنانية عسكريا وأيضا الأجواء السورية؟ هذا التدخل كثر بشدة في العامين الأخيرين. يعني أولا، هو استخدام لحق، هذا الحق لا يزال موجود للمقاومة، وهذا الحق استتبع أيضا بهامش إضافي من الحق أعطاه العدو الإسرائيلي للمقاومة ولمحورها، بأنه قام باعتداء وقام بعمل وحشي واعتداء، وهذا ليس في عرف حزب الله كما ذكرت حضرتك أستاذي، هذا اعتداء موصوف بكل القوانين الدولية، أن يقوم العدو الإسرائيلي ويستهدف مجموعة من الناس سواء كانوا عسكريين أو مدنيين في أرض أخرى وهي الأرض السورية، وفي منطقة أيضا يحكمها اتفاق يعني قواعد الاشتباك أو فك قواعد الاشتباك كما يقال في عام 1974، ولم يتحرك أحد في هذا العالم ليدين هذا العمل. طيب، يعني لا أستاذ تنسى فيصل، بس عشان الوقت، لأن عندي نقاط إسرائيل، عندي نقاط كثيرة أناقشها معك بصراحة. يعني هل حزب الله مستعد لما هو أكبر، مستعد لمواجهة شاملة، أم فقط كان يرد واستراتيجية الحزب في هذه المرحلة لا تهدف للتصعيد مع إسرائيل صراحة، يعني وفقا لتقديرك؟ طبعا نعم، الرد هو في إطار الفعل الذي قامت به إسرائيل. تمام. هو رد يتوازن، يعني بمعنى أن هناك تشابها على المستوى يعني على المستوى القيمي، يعني بمعنى التوازن. صحيح. ثانيا، أن هذا الرد أيضا يحمل رسائل استراتيجية ويحمل رسائل سياسية. طبعا أنت أشرت إليها، خليني بس أقف عند هذه النقطة. عفوا، أقف بس معك عند هذه النقطة، لأنك أنت أشرت إلى الرسائل يعني هناك مزيد من الحديث، لكن خلينا نستمع إلى نبيل مسمح الذي يتحدث من قطاع غزة. نبيل، ما رأيك في حديث الأستاذ فيصل عبد الساتر عن الحسابات التي حكمت حزب الله في هذا الرد، وأنه رد لا يهدف لمواجهة شاملة وإنما يهدف لإرسال رسائل سياسية واستراتيجية معينة؟ أولا يعطيك العافية، نحن مع حزب الله في حرب ضد العدو الصهيوني، ولكن ضد حرب ضد أهل السنة في سوريا ومساندة للأسد، هذا واقع نعيشه. الفصائل الفلسطينية بشتى فصائلها، يعني تو الآن مؤتمر صحفي لجميع الفصائل تشارك فيه، شتى الفصائل بين فتح حماس جبهة جهاد إلى آخره، الجميع يبارك هذه العملية ضد العدو الصهيوني. أنا أعتقد وأتوقع حسب تحليل الشخصي أن العملية يعني لا تمتد سوى في مزارع شبعة أو جبل الشيخ، وإن تطورت العملية فترة على لبنان السلام. وأنا باعتقادي أن نتنياهو في وضع لا يفسد عليه الآن، لأنه أمام معركة انتخابات، فأعتقد لا يريد أن يصعد، وأيضا حزب الله لا يريد التصعيد لأنه مشغول بقاتل أهل السنة في سوريا. السؤال للأخ فيصل، هل حزب الله قادر على فتح جبهتين في آن واحد، جبهة قتل السنة في سوريا وحرب مع اليهود في آن واحد؟ طيب، أنا سأحمل سؤالك للأستاذ فيصل. اتفضل أستاذ فيصل، هل يعني وكان هذا ربما في صميم سؤالي في البداية، هل حزب الله قادر على فتح جبهتين الآن إذا اقتضى الأمر؟ أولا، يعني يؤسفني أن أسمع من مواطن فلسطيني مثل هذا الكلام. حزب الله لا يقاتل أهل السنة لا في سوريا ولا في أي مكان في العالم. حزب الله يحمل قضية أساسية، ومشاركته في سوريا
هو للدفاع عن سوريا كدولة حمت المقاومة في فلسطين وحمت المقاومة في لبنان، وهو يعتبر أن سوريا أحد أهم الحلقات الاستراتيجية في محور المقاومة. وهذا الكلام طيب. الطائفي والمذهبي مع الأسف أراد حزب الله أن ينسفه من الأساس ليقول للجميع أن وحدتنا في أن نجتمع حول القضية الفلسطينية وأن نعيد البوصلة باتجاه الصراع مع العدو طيب. الإسرائيلي، وكفانا تلهيا بمثل هذه الشعارات. طيب هذا الكلام الطائفية. قد يرد علي أستاذ فيصل إن إذا كان حزب الله يعني يركز في سوريا لأنه يحمي سوريا التي دافعت عن المقاومة كما تقول، طيب لماذا لا يتواجه مع إسرائيل في جبهة ثانية ويحمي سوريا من الغارات والاعتداءات الإسرائيلية التي جعلت الطيران في الأجواء السورية أسهل ربما من الطيران في أجواء حيفا مثلا بالنسبة للطائرات الإسرائيلية؟ يعني علينا أن نفكر أيضا، يعني عندما نطرح مثل هذه الأسئلة أستاذي الكريم، حزب الله ليس يعني على طريقة سوبرمان وجريندايزر، حزب الله أيضا يتحرك في أرض ويتحرك في بيئة ويتحرك ضمن أولويات وضمن تكتيك استراتيجي. يعني أولوياته الآن يعني سوريا، يعني يفتح معارك. نعم أولوياته نعم. الآن سوريا عشان تكون الأمور واضحة للناس. لا ليس الأولوية سوريا، الأولوية كانت دائما وأبدا الأولوية هي للقتال ضد العدو الإسرائيلي، والأولوية هي لحفظ القضية الفلسطينية واسترجاع الحق الفلسطيني وتصحيح مسار الأحداث باتجاه البوصلة الحقيقية. لكن إذا كان البعض يريد أن يسقط سوريا من الحسابات لأجل أهداف طائفية أو مذهبية أو إلى آخره، فحزب الله وجوده هناك جاء ليعيد التوازن في منطق المعادلات الاستراتيجية بأن سوريا هذه لا تدفع ثمنا كبيرا إلا بسبب حفظها للمقاومة ودفاعها عن المقاومة وحفظها للقضية الفلسطينية، ولم تذهب في مفاوضات ثنائية ولا في مفاوضات ثلاثية، وكانت باستطاعتها أن تفعل هذا. موضوع آخر، البعد السياسي يعني المحادثات السياسية في الشرق الأوسط، بس خلينا نستمع أيضا أستاذ فيصل لمزيد من المتصلين. إسلام العياصرة من الأردن، يا إسلام كيف تقرأ مغزى تطور الأمور وهذا التصعيد بين الطرفين إسرائيل وحزب الله في هذا التوقيت تحديدا؟ نعم، ابتداء مساء الخير أخي محمد لك ولكل أخواننا المستمعين. من يتابع هذا المشهد ومن يتابع ما يتكرر من سيناريو الفعل ورد الفعل باعتقادي هو سيناريو أصبح واضح، سيناريو لا يخرج باستثناء استعراض للقوة ومحاولة إثبات للوجود. اليوم الاعتداء كما يبرر إسرائيل تقول أنه اعتداء، وحزب الله يرد بأنه رد على اعتداء، هو باعتقادي حرب مستمرة و حرب متقطعة. ما أخشى أنه هو سيكون هناك امتداد، لكن الامتداد لن يكون في شبعة ولن يكون في الجولان، سيكون هناك استهداف في أراضي لبنان، وإذا كان هذا الاستهداف أيضا سيكون في ذات اللحظة، يعني ذو يعني إيجابيات لصالح نتنياهو، خاصة أنه مقبل على الانتخابات، وأعتقد أنه سيلجأ إلى إرادة الشعب الإسرائيلي، في حين أنه المقاومة اللبنانية اليوم ما سجلته يلقى ترحيب في الوسط، بصراحة في الوسط الشعبي من قبل مؤيدي المقاومة، لكن هو تكرار سيناريو الفعل ورد الفعل، وبرغم المخاوف المتعددة والحقيقية من أن يتطور الأمر لمواجهة أكبر ومعركة، لكنها هي عبارة عن استعراض ورسائل الاستعراض للقوة وأثبات الإمكانيات. وباعتقادي أن المواجهة القادمة لن تكون إلا برد مشابه، لكن سيحدث خسائر أكبر على الصعيد اللبناني، وخاصة أنه الآن إحنا كلية نعرف أنه قوات حزب الله أخلت منطقة جبل الشيخ شمالي أيضا، يعني تم إخلاء منطقة جبل الشيخ شمالي إسرائيل، في حين أنه حزب الله أخلى مواقعه في الجنوب اللبناني في بعضها منذ 48 ساعة قبل العملية. إذن هناك تخطيط، هناك رسائل، هناك مناحرة سياسية، وهناك أيضا أهداف وأجندة عم تنفذ على أرض الواقع. الآن ما طالعتنا فيه قبل قليل بعض الصحف العبرية بأنه هناك تحقيق إسرائيلي في أن يكون هذا الصاروخ قد خرج من الأراضي الإسرائيلية، في حين أنه حزب الله ما زال يصر بأنه يتبنى العملية. لا أحد يعرف من أين جاءت حتى اللحظة، لا يمكن للأحد أن يتنبأ. هي مسألة التلميح بالاستمرار، أعتقد بأنها جاءت صريحة عبر لسان المتحدث بالجيش الإسرائيلي الذي لمح إلى استمرار القتال بالرد، أنه هذا ليس ردنا هو الأخير. صحيح يا إسلام، وهذه هي النقطة، أن موتي ألموز المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال أن الرد الإسرائيلي الذي جاء حتى الآن بقصف مدفعي
وغارات للطيران ليس آخر الرد الإسرائيلي. ربما هذا الرد يرجح أن هناك يعني تأكد وتسليم في إسرائيل أن من أين أتى الصاروخ وأن حزب الله لا يعني لا يدعي. لكن أعود للأستاذ فيصل وسؤالي هنا وعن الادعاءات والادعاءات المتبادلة. يعني أنا خارج الصورة، أنا أطرح فقط ما هو مصار، يعني ما نقل عن الجانب الإسرائيلي حين سمع حزب الله يقول سنرد ومعه إيران سنرد على غارة القنيطرة، واليوم جاء الرد، قيل نحن لم نكن نهدف لعدوان، نحن استهدفنا مجموعة كانت تخطط لاستهداف إسرائيل، وبعدها صارت قصة البحث والتفتيش عن أنفاق حفرت عبر الحدود في لبنان باتجاه شمال إسرائيل للقيام بعمليات على غرار عمليات حماس في قطاع غزة. إسرائيل تقول إنها تدافع عن نفسها لأن هناك مخططات ونوايا من حزب الله للبدء باستهدافها. يعني طبعا هذا لا يتيح يعني لأن نكون أيضا جزءا من تقديم التبرير للعدو الإسرائيلي، سواء كان هذا الأمر من متصلين أم مشاركين أو عبر استطلاعات للرأي. العدو الإسرائيلي لا يحتاج منا إلى تبريرات، ما فيش حد قدم تبرير يا أستاذ فيصل. الناس تتساءل والناس تعبر عن رأيها وحرية التعبير يعني مكفولة، يعني يا ريت نؤمن بقيمة حرية التعبير. ما حدش بيبرر، احنا بنطرح كل الزوايا يا سيدي. مش ما حدش اتهمك انك تبرر لحزب الله يا استاذ فيصل. تفضل، انا عم بحكي الكلام عموما. تفضل عشان يعني حق الناس بس للتعبير هذا مكفول يعني. تفضل يا سيدي، على راسي حق الناس وانا مش جميل. من الناس طبعا، وانا اريد ان اصرح برايي طبعا. انا اتحدث ان مثل هذه القضايا عندما تثار وتتداول عبر وسائل الإعلام أو عبر استطلاعات للرأي أو عبر صحافة مكتوبة أو عبر آراء في الشارع، إنما أيضا تعطي بمضمونها تبريرا إضافيا للعدو الإسرائيلي بأن يكمل ما يقوم به تحت ذريعة أن لديه الحق في أن يقوم باعتداءات، لأنه كان يعرف مسبقا أن هذه المجموعة سوف تقوم باستهدافه، وهذا منطق مخالف لكل القوانين. أنت لست لك الحق بأن تحاكم الجاني قبل أن يرتكب جنايته، هذا إذا قلنا أن عمل المقاومة هو جناية. نحن نتحدث عن عملية موصوفة مخالفة لكل القوانين الدولية ومخالفة لقواعد الاشتباك، ضربت مجموعة من المقاومين في أراضي سورية تحكمها اتفاقيات دولية، لم يتحرك أحد في هذا العالم. الآن هذا الرد هو تشابه إلى حد كبير من حيث الفعل. طيب بس إذا كانت إسرائيل تريد أن توسع الدائرة فأيضا بمقدور حزب الله أن يوسع الدائرة، ومن هنا قلت أهمية ترقيم بيان العملية بالبيان رقم واحد يعرفه الإسرائيلي تماما. أما محاولة التلطي بأن هناك تحقيقا في العدو الإسرائيلي إذا ما كان الصاروخ من داخل فلسطين المحتلة أم أن حزب الله يتبنى هذه العملية، ليس من عادة حزب الله أن يتبنى عملية لم يقوم بها، وهذا التبرير الإسرائيلي إنما أيضا لاستدراك المخاوف التي ممكن أن يقدم عليها من أن تجر عليه الكثير من الويلات. نعم طيب، خلينا نستمع لعبد الرحمن دياب، هو يتحدث أيضا من لبنان. يا عبد الرحمن، يعني ما رأيك في هذه التطورات المتلاحقة اليوم؟ يعني ماذا عن توقيت التصعيد وإلى أين تصل الأمور في توقعاتك؟ يبدو أن حزب الله هو فصيل إيراني وزراع متقدم لإيران، يأتمر بأمرها ويحجم بإحجامها. فإذن لماذا لم يرد مثلا على 3 اعتداءات سابقة قامت بها إسرائيل أيضا وفجرت مستودعاته في سوريا؟ ولماذا يرد من لبنان الأراضي المحتلة ولم يرد من الأراضي المحتلة السورية مثلا؟ أسئلة كثيرة تطرح نفسها. أيضا كيف يمكن لحزب الله أن لا يرد على الاعتداءات التي صارت على سوريا مثلا السابقة، ولكن يبدو أن إيران هي التي هي المفضلة في هذا الموقف، وأن من الأشخاص الذين يريدون حزب الله أن يرد على كل اعتداءات إسرائيل، لأنه أنا بالحقيقة ضد إسرائيل، ولكن أن يكون حزب الله يأتمر بأوامر إيران فقط
فهنا العيب والعار. طيب تمام يا أستاذ عبد الرحمن، أنا أعود بهذا الكلام لأستاذ فيصل عبد الساتر. أستاذ فيصل، هذا الكلام لم نكن أبدا لنسمعه عام 2006، ربما لم تكن لتجد مواطن عربي واحد يردد هذا الكلام عام 2006 حين دخل حزب الله في مواجهة آنذاك مع إسرائيل. تدخل حزب الله في سوريا يقول كثيرون الآن في العالم العربي هو السبب في هذا الطرح، والسبب في فقدان الحزب قاعدته الشعبية في العالم العربي وقاعدة التأييد كمقاومة وطنية. ما رأيك؟ يعني أريد أن أذكرك مجددا أستاذ محمد أن حزب الله في 2006 خرجت عليه دول عربية لتصفه بأنه مغامر. طيب أنا أتحدث عن الناس يا أستاذ فيصل، وأنت تعلم أن هناك فارق في كثير من الأحيان بين الناس والشعوب وآراؤها في الشارع وبين القيادات السياسية التي لها حسابات أخرى. يا سيدي، يعني أنا كنت أريد أن أكمل، يعني أن أكمل الجواب بشكل واضح. فضل. عندما تخرج أنظمة بقضيها وقضيضها وتجعل الأرض مهيئة والمسرح مهيئ لأن يقوم يعني الكثير من الناس لكي يشوهوا ويساهموا في تشويه صورة حزب الله، وبالتالي نسمع مثل هذه التصريحات من هنا وهناك، فهذا أمر لم يأتي من عبث ولم يأتي من فراغ، وإنما كان أيضا يعني نتيجة عمل وتخطيط مسبق. على كل حال، هذا الأمر لن يقدم ولن يؤخر في المعادلة. إما أن نقول أن إسرائيل عدو لنا وبالتالي يحق للمقاومة أن يعني تقوم بردع هذا العدوان، وإما أن نقول أن إسرائيل صديقة لنا ولنذهب جميعا إلى ما نسميه استسلام عربي على غرار ما فعلته بعض الدول. طيب. إما أم نشوه صورة المقاومة ونقول أنها فصيل إيراني. طيب. وتأتمر بأمر إيراني. طيب ماذا لو قلت أنا الآن أن الكثيرون من العالم العربي يأتمرون بأمر إسرائيل؟ طيب بس المشكلة أمريكا. يا أستاذ فيصل أن حزب الله وحتى اليوم يصور نفسه أن هو المقاومة الحقيقية ضد إسرائيل، أن هدفه الحقيقي هو مقاومة إسرائيل. إذا كنت لم تقبل بما اعتبر آراء شعبية وتقول أنها مخططة مسبقا، هناك آراء لخبراء استراتيجيين يرون أن تدخل حزب الله في سوريا يلهيه ويبعده عن الهدف الرئيسي الذي يعلن عنه هو مقاومة إسرائيل. هذه وجهة نظر، أنا لا أريد أن أعقب عليها كثيرا حتى لا يتحول الموضوع من موضوع إلى موضوع آخر. أنت تعلم وأنا أعلم والجميع يعلم أن هناك من يعمل ليل نهار على تشويه صورة هذه المقاومة، سواء تدخلت في سوريا أم لم تتدخل، سواء قامت بفعل جيد أم لم تقم بفعل جيد. هذه هي وجهة نظر ستبقى موجودة. هذا الانقسام الذي قدمت له العديد من التبريرات، تارة مذهبية وأخرى طائفية وثالثة سياسية ورابعة أنه يساند أنظمة دكتاتورية، وكأننا نحن في العالم العربي كلنا يعني خرجنا من واحة للديمقراطية وأنظمة تنعم بالديمقراطية وفقط النظام السوري. طيب. هو النظام المستبد. عموماً فهذا كلام غير صحيح. طيب. على الإطلاق، الصراع في المنطقة صراع. تمام. على أولويات، الأولوية للقضية الفلسطينية والأولوية للأنظمة التي لا تزال تعتبر القضية الفلسطينية. وصل رأيك أستاذ فيصل. قضية مركزية. شكرا جزيلا لك أستاذ فيصل عبد الساتر الكاتب الصحفي اللبناني، كنت معنا مباشرة من بيروت. والآن أعود إلى زميلي أحمد عبد الرازق لأن حجم المشاركات يستوجب علي أن أعود إليه. أحمد مرحبا من جديد. ويعني أهلا وسهلا. أشرت في البداية إلى ردود فعل أولية وردود أيضا تركز على نقاط محددة في هذا الحوار الحر نظرا لأن الأحداث حصلت فجأة هذا الصباح. بالفعل محمد، هذا واضح جدا، ربما كما أشرت في البداية إلى أن الموضوع هو وليد اليوم وأنه طرح اليوم للنقاش أيضا بتفاعلاته، فكان جانب كبير من المشاركين يتحدث في ردود فعل تلقائية أولية، لكن هناك جانب أيضا من المشاركين اختار أن يتحدث عن نقاط محددة. مثلا هل يتحول الصراع وتتحول تطورات اليوم إلى مواجهة شاملة بالنظر إلى التوتر الحاصل بالفعل خلال الأيام الماضية بين
محور ما يعرف بدول الممانعة من جانب وإسرائيل من جانب آخر. لكن الملفت أيضا محمد في حوار اليوم هو أن هناك جانب كبير من المشاركين يجرون الموضوع إلى المنحى الطائفي مرة أخرى. يعني المدهش أن هناك البعض ممن يساوون حزب الله بإسرائيل في إمعان في نظرية المؤامرة، وهناك حال استقطاب، يعني هناك أيضا من يردون عليهم في جانب آخر، لكن كلا الطرفين يجرون الموضوع بعيدا عن وجهاته الأساسية إلى المنحى الطائفي. نعم، حتى استمعنا لهذا التوجه في بعض المتصلين. طب خلينا نبدأ بمن وصفتهم أنهم ردهم كان تلقائيا بعد وقوع هذه الأحداث مباشرة. نعم محمد، بالفعل دعنا نبدأ أولا بالمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخي أدرعي. هو طرح تغريدة أو غرد على تويتر قائلا: نعتبر حزب الله مسؤولا عن الأحداث الخطيرة، يقول في منطقة الشمال. يقول: جيش الدفاع رد باتجاه عدة أهداف في جنوب لبنان، هذا ليس بالتحديد يقول رد جيش الدفاع الأخير. ثم يشير إلى أن الموضوع قد يستمر. محمد آدم محمد يقول أيضا: لولا حزب الله لكانت لبنان إلى يومنا هذا تحت سيطرة إسرائيل، هكذا يقول. البصري أبو حيدر يقول: رد فعل طبيعي لإثبات هيبة حزب الله بعد عملية القنيطرة التي أشار إليها البعض في أحوالك معهم خلال الجزء الماضي. علي الساهر يقول أيضا: أعتقد أن إسرائيل تستغل الظرف الراهنة لتجر المقاومة إلى حرب استنزاف أخرى كما يقول، فما فعلته إسرائيل اليوم ما كانت لتفعله بالأمس. يقول عبد الله العياشي يغرد على تويتر قائلا هنا: المطلوب اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية للتحذير من أي عمل عدواني من إسرائيل على لبنان، وتوجيه رسالة لأمريكا يقول أن المنطقة تشتعل. توني خليفة يتحفظ بعض الشيء في تغريدة له على تويتر على عملية حزب الله، هو يقول: لأول مرة لا أعرف ماذا أقول أمام كرهي لإسرائيل وخوفي على لبنان. ضرب إسرائيل يقول لا شك أنه بطولة، ولكن البطولة يقول الأكبر ألا تعطي عدوك الفرصة لقتلك، هكذا يقول. نعم. يعني مسألة أن مشاركين أعطوا الموضوع بعدا طائفيا، هل من نماذج لهذه المشاركات أو كيف عرض هؤلاء لرأيه؟ بالفعل محمد، هذا يبدو تيار ملحوظ في حوار اليوم، ويصل في معظم الأحيان إلى الإيغال هو في نظرية المؤامرة. يجدر القول أن هذا التيار كما أشرت يشهد تجاذبا حادا بين الطرفين. خذ مثلا هنا ممن تحدثوا في هذا الاتجاه جميل الحقيبة، ويقول هنا: اللهم اضرب الباطل بالباطل ونجنا من بينهم غانمين، اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين. لم أفهم المشاركة لكن هكذا قال. نبيها القادري تقول: حماس وحزب الله وأنصار الله وكل الأحزاب والجماعات ذات اليافطات الدينية والمذهبية تقول تخدم إسرائيل مهما رفعت من شعارات براقة من أجل تجييش الغباء المتسيد في الشارع، هكذا تقول. زيد عبد الرازق يقول: تمثيلية مؤقتة نظرا لتراجع شعبية الممانعين في المنطقة وأعمالهم الإجرامية في حق المسلمين في سوريا، هكذا يتحدث. وردة إدلب كما تسمي نفسها تمضي في نفس الاتجاه، تقول باختصار بالعامية: فخار يكسر بعضه، هكذا تقول. لكن هذه التعليقات محمد التي تنحو نحو الطائفية لا تعجب البعض، هناك البعض من يردون على هذا التيار. خذ منه مثلا عقيل عبد الزهرة يقول هنا: الرجال تحارب إسرائيل والخونة يقول كما يقول يدعون عليهم بالهلاك، يا أمة ضحكت من جهلها الأمم، هكذا يقول. سارة تغرد في نفس الاتجاه على تويتر وتقول: من هو مع حزب الله يجب أن يصم أذنيه عن المحبطين والمثبطين. تقول: عندما ضرب الإسرائيلي القنيطرة قالوا أين الرد، تسألوا، ولما رد حزب الله فقالوا لماذا يرد، هكذا تقول. سجال طبعا واضح على هذه الخلفية الطائفية. لكن ماذا عن من تطرقوا للتداعيات ما حدث، وإذا كان يمكن أن يؤدي إلى مواجهة شاملة؟ هذا محمد بالفعل تيار لا بأس به أيضا، وخذ منه مثلا خالد سلام، هو يقول هنا: لن يكون هناك أي تداعيات لهذا الهجوم، يقول، لأن هناك حلف استراتيجي غير معلن بين إسرائيل وإيران وحزب الله، نظرية المؤامرة. فراس الكاظمي يقول: لن يتحول الموضوع إلى مواجهة شاملة، هو وحدة بوحدة، يقول العين بالعين والسن بالسن حتى تعرف إسرائيل حدودها وانتهى، يقول.
أبو نرجس السوداني يقول: لا أعتقد أن الوضع في إسرائيل يتحمل حربا مفتوحة تصل إلى الداخل الإسرائيلي، هكذا يقول. أحمد يوسف يقول: من الممكن، يعني يقصد أنه من الممكن أن يحدث تحدث مواجهة شاملة، وهو ما يعرف في إدارة الأزمات السياسية يقول باسم الخروج بالأزمة، يقول أي افتعال أزمة جديدة من أجل الخروج من أزمة قديمة. الحوار متفاعل جدا محمد اليوم، والمزيد المزيد من الآراء سواء على تويتر أو على صفحات يعني ربما نظرا لسخونته، ولأنه صحيح حدث أول اليوم. هو الآن لم يعد الموضوع متعلق بمواجهة عربية إسرائيلية، لكن به البعد الطائفي على خلفية ما يحدث في سوريا أكسبه سخونة. شكرا جزيلا لك أحمد في هذه المرحلة. نعود إليك قبل نهاية الحلقة طبعا لاستعراض مزيد من الآراء على صفحاتنا. نضم الآن أيضا لحوارنا وعبر الأقمار الاصطناعية من تل أبيب يوحنان تسوريف، الباحث في الشؤون الفلسطينية والعربية في معهد أورشليم القدس للبحوث السياسية. مرحبا بك معنا سيد يوحنان، وأين نقف الآن بعد ما اعتبرته إسرائيل عدوانا من جانب حزب الله اليوم؟ هل نحن على أعتاب مواجهة شاملة؟ احنا موجودين على وشق قرار الذي قد يتخذ في الساعات القليلة القادمة من الجانب الإسرائيلي بالنسبة للغد المطلوب للأمور التي حصلت اليوم، وفي هناك عدة أشياء لازم تؤخذ بعين الاعتبار قبل ما تتخذ هذه القرارات. وأنا باعتقادي أنه في هناك أشياء كثيرة ومهمة موجودة على الساحة، المطلوب من كل قيادي إسرائيلي أن يأخذها بعين الاعتبار. نعم. ومطلوب من كل قائد عسكري أن يأخذها بعين الاعتبار في الطرف الإسرائيلي وكمان في الطرف اللبناني، الحزب الله والسورية وإيران. الكل يفهم ما هي حجم الخطورة الذي احنا موجودين فيها، الكل يفهم أنه الأمور غير قادرة أن تتوسع إلى تدهور الذي غير. لماذا سيد يوحنان؟ يعني ولذلك ما هي الحسابات التي يجب أن يضعها أساس الإسرائيليون في الاعتبار قبل اتخاذ أي قرار قد تكون له انعكاسات ليست هينة كما تتحدث أنت؟ خليني أشرح لك الوضع الذي موجود في هذه المنطقة في هذه الفترة. أوكي. يعني حصل تصعيد في هضبة الجولان قبل 10 أيام تقريبا. أوكي. حصلت هناك عملية الذي قتل خلالها شخصيات من حزب الله، عملية نفذتها إسرائيل وإلى آخره، لم تحدث من تلقاء نفسها يعني. أنا مش عارف، أنا ليس لدي علم في هذا الموضوع، أنت ممكن عارف أكثر مني، أنا ليس لدي علم في هذا الموضوع. ولكن نتيجة هذه الأحداث إنه حزب الله تشعر إنه عليها أن تعمل عمليات انتقام. أوكي. هذا مفهوم للكل. هذه العملية قد توسع الأمور إلى اتجاهات خطيرة جدا. يعني عندنا من جانب واحد النظام السوري هو لا يريد هذه التطورات، لأن وضعه قد يكون في خطر. ممكن يدمر النظام السوري كليا إذا توسعت هذه المواجهات لأماكن أخرى. دولة لبنان موجودة في خطر. إذا أنت سامع على الانتقادات التي توجه إلى حزب الله بعد ما بدأ في هذه العملية اليوم. طيب واضح. أنت قادر تلمس. بس أنا عايز حسابات إسرائيل. الحساسيات الموجودة هناك. وكمان إيران. هي تمام. لا تريد في هذه الفترة إنه الأمور تتوصل إلى التصعيد. ولذلك يعني إسرائيل كمان من جانبها. تسألني على إسرائيل. هو إسرائيل ده. كمان من جانبها. لا تريد توسيع نطاق العنف ولا تصل لأي تصعيد. هي تريد إنه حدودها تكون هادئة وآمنة. هذا الهدف الإسرائيلي الرئيسي دائما كان هيك. ولذلك علينا أن ننظر للتطورات المستقبلية من هذه نقطة الانطلاقة. تمام. نقطة الانطلاقة للتفاهم أو للتحليل المستقبل. طيب خلينا نقف عند في هذا الوضع الذي أنا وصفته. نقف عند ما طرحته أو ما وصفته ونستمع لمجموعة من آراء المتصلين.
علي من بريطانيا. مرحبا يا علي، ما رأيك فيما طرحه الأستاذ يوحنان؟ هل فعلا تصعيد أكثر من هذا أو مواجهة شاملة مستبعد للأسباب التي تحدث عنها لدى كافة الأطراف ولدى إسرائيل أيضا بعدم التصعيد؟ طيب يبدو أن علي ليس معنا، حاولي علي أن تتصل بنا لاحقا لتشارك في الحوار. حسين من لبنان، ما رأيك يا حسين؟ هل فعلا إسرائيل ليست معنية بالتصعيد لأنها لا تود الدخول في مواجهات الآن بينما الشرق الأوسط ربما بأكمله مشتعل، أم ترى غير هذا؟ فعلا أنه أنا أرى غير هذا. أول شيء السلام عليكم. عليكم السلام. وعلى لكن انا بعتقد انه اسرائيل ما بتسترجي اليوم، خاصه هي عندها انتخابات قريبا باذار، ما بتسترجي نتنياهو انه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي. تفضل. لا انا بقسم الكلمه على راي اخواننا المصريين. لا تفضل يا استاذ حسين عشان احنا التجريح ليس مسموحا على شاشه بي بي سي، من فضلك تفضل. مش طول عليك كثير. طيب تفضل. ففي اسرائيل عندها انتخابات قريبا بآذار على ما اعتقد، وبالتالي مش مسترجي تاخذ قرار بهذه النقطه. النقطه الاهم منها انه هي بتعرف قدره حزب الله ورجال المقاومه الاسلاميه على تدمير او على الحاق الاذى باسرائيل. مش قصه والله هي خايفه، لانه هن بيقولوا انه نحن او حزب الله او المقاومه اعتدت عليهم. نحن رجال المقاومه فجروا ضمن مزارع شبعه المحتله من قبل الكيان الصهيوني، هذا اول نقطه. وبالتالي نحن لا نعتدي عليها، هي تعتدي علينا بشكل مستمر وليلا نهارا. وهلا يا حرام واحد اسباني مات، بكره شوف شو بدهم يقولوا لاهله باسبانيا. نعم. ما لا ليس لديها القدره تستطيع ان تدمر، صحيح. كما فعلت في غزه، دمرت وقتلت الالاف، وهي على طول تعتدي على الفلسطينيين وعلى السوريين وعلى اللبنانيين منذ حتى بالسنه 82 راحت اعتدت على العراق، وهلا تهدد ايران. 81 وهي يعني هي 7/6/81 اعلاميه ليس تمام. اكثر. تمام، شكرا شكرا يا حسين. انا اخذ هذا الكلام للاستاذ يوحنان صريف. طيب لو كانت اسرائيل لا تسعى للتصعيد لانها فقط تريد حدود امنه، لا تسعى للتصعيد لانها لا تجرؤ او لا تستطيع كما يقول حسين، ايا كان، لماذا بادرت باستهداف مجموعه قيادات حزب الله والقائد الايراني البارز في القنيطره اذا وكانت هي البادئه؟ شوف، خليني اقول لك منذ البدايه، خليني اشرح لك هذه النقطه. انا لا اعرف مين الجهه الذي عملت هذه العمليه، ولكن احنا قادرين. استاذ يوحنان، كل يعني الجميع في اسرائيل يتحدثون عن ان اسرائيل نفذت العمليه، هناك اعتراف ضمني من كل الاطراف، هناك حتى حديث عن ان مسؤولين اسرائيل ارسلوا رسائل لايران بان تل ابيب لم تكن تستهدف الضابط الايراني وجاء الامر بمحض الصدفه. يعني فالجميع يعلم ان اسرائيل نفذت هذه العمليه وانتم الاسرائيليون في المقدمه. تفضل. اوكي اوكي اوكي، انا لست ناطق باسم الحكومه ولست لا انجر وراء معلومات الذي غير مدققه. خليني اقول لك هذا الكلام، يعني انا ليس لدي علم رسمي انه اسرائيل الذي عملت هذه العمليه، ولكن لدينا معلومات كمان نشرت في الجرائد إسرائيلية وعربية إنه في هناك خلايا من حزب الله شغالة في 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 في, في الطرف السوري من الحدود مع إسرائيل تخطيطا لعملية إرهابية ضد إسرائيل. إسرائيل إذا هي عملت هذه العملية أو الجهة التي عملت هذه العملية هي أخذت خطوة وقائية، مع ناتو تحاول أن تمنع هجوم عنها، وهذا يدخل للنطاق الذي قلت لك قبل في البداية كلامي إنه هي تريد أن تحافظ على أمنها، حدودها، وأمن سكانها. طيب ما هو يثار السؤال الأبدي سيد يوحنان الذي يثار دائما في مواجهة إسرائيل، طب ماذا لو فعل البعض أو تعامل البعض مع إسرائيل بالمثل؟ ماذا لو كان حزب الله أو حين قام حزب الله في 2006 بالعملية التي قام بها ويعني سعى للحصول أو لاختطاف جنود لمقايدتهم،
مع إسرائيل، قيل أنه عدوان واعتداء سفر من حزب الله. ما هو برضو كان الحزب ينفذ أهداف استراتيجية بعملية يعني استباقية، لكن ماذا فعلت إسرائيل بلبنان؟ يعني حجم الدمار بدعوى أن حزب الله هو البادئ بالاعتداء، ما هو المنطق واحد. شوف، هو خطف جنود، وهو كان لازم يأخذ بعين الاعتبار الكلام. أنا قلت لك في بداية كلامي، إسرائيل لا تريد أن تدخل أي منطقة، لا تريد تحتل أي منطقة، ولكن إذا اعتدوا عليها هي سترد بالشدة، هذا لازم يكون مفهوم. والخطاب الذي ألقاه حزب الله بعد هذا الحرب هو قال في حرف الواحد أنه لو كنت أعرف أنه إسرائيل ترد في هذا الحجم لامتنعت من اتخاذ هذه الخطوة، امتنعت من خطف الجنود. يعني معنى هذا الكلام، إسرائيل بتقول للعالم العربي يا جماعة أنا أريد أعيش معكم بسلام، رجاء لا تعتدوا علي، إذا تعتدوا علي أنا سأستخدم كل. طيب، ما هو هذا لم يحدث هنا سيد يوحنان. احنا لا نود، بس اسمح لي، بس لا نود أن يعني نقف عند نفس النقطة، لأن حزب الله هو الذي بدأ بهجوم القنيطرة، لكن خلينا نستمع أيضا لمجموعة أخرى من آراء الناس قبل أن أعود إليك بمزيد من النقاط. علي من بريطانيا، مرحبا من جديد يا علي. تفضل، ما رأيك، هل تتجه الأمور إلى نطاق التصعيد الشامل، أم أن لدى طرفين كما يطرح كثيرون ومنهم السيد يوحنان ضيفنا من تل أبيب الحسابات التي تمنعه من هذا؟ وماذا عن، وأنت مقيم في بريطانيا، موقف العالم؟ العالم بدأ في موقف المشاهد اليوم، يعني لم تكن هناك تعليقات بارزة أو مواقف بارزة من دول العالم. أول شيء يعطيك العافية، أنا ما بيهمني أول شيء رأي الضيف شو عم يحكي، المهم أنا عندي تعليق خاص بس. فضل. إسرائيل بالمختصر المفيد لو قادري ترد أو قادر تعمل عمل أكثر من هيك، أو شو مثل اللي صار اليوم، ضربوا بعض المناطق قريبة من الحدود بمناطق شبعة، كانوا بدون ما يستأذنوا حدا بيعملوا هيك، لكنهم هم صراحة خايفين وعندهم في نوع من التوازن، توازن الرعب بنسميه. هذا توازن الرعب عم بيخلي الإسرائيلي قبل ما يخطي أي خطوة بهالمنطقة يفكر ويعد كثير لقدام. يعني مثل ما بيقولوا، مش مثل قبل كانت الحرب على لبنان زي نزهة، هلأ في ناس واقفة على الحدود وهم عندهم قرار وعندهم قوة وعندهم جرأة. بس طيب ما يعني ما إسرائيل استهدفت مجموعة حزب الله في القنيطرة ومعهم فوق البيعة كده ضابط إيراني رفيع ولم تخشى من أحد يعني. اوكي، عظيم عظيم. وحزب الله كمان اليوم مثل ما بقولوا معلش بالعربي الفصحى، ضربوا سحسوح للاسرائيليين. في قلت لك حزب الله عنده على الارض في توازن رعب، والاسرائيلي عنده خوف، وهذا دليل. طيب. انه الاسرائيلي نعم عم بيحاول من كل فتره وفتره. طيب. يشوف قوه الردع اللي عند حزب الله. طيب، شكرا يا علي. بدوية من لبنان، تعقيب سريع يا بدوية من فضلك. نعم، أنا لا أعتقد أن إسرائيل على المدى هي فعلا خائفة من وضع حزب الله ومن توازن القوى، مبدأ توازن القوى. نعم. ولكن إسرائيل هناك تعمل على المدى الطويل منذ بدء القضية الفلسطينية، وهي على الكنيسة الإسرائيلية هدفها أن تدي إسرائيل من الفرص الهندية. طيب. أنا برأيي أنها وصلت حتى من الفرات إلى النيل، إن الثورات الداخلية التي افتعلتها إسرائيل هي بأيادي عربية أو إسلامية، أو كانت دائما تشجع المذهبية والطائفية. طيب. لهدم الدول. طيب، شكرا يا بدوية، أنت تحدثين عن سياق أكبر طبعا، شكرا جزيلا لك. وأعود إلى السيد يوحنان. سيد يوحنان، هل يعني بعد السياسة الداخلية الإسرائيلية له دور فيما يحدث؟ يعني هل يسعى رئيس الوزراء نتنياهو لتصعيد محسوب ومحدود يستفيد به في العملية السياسية الانتخابية القادمة في إسرائيل لصالحه؟ أنا باعتقادي العكس هو الصحيح في هذا النقاش، لأن
لأن الأمور قد إذا دخلنا لمواجهة واسعة، إذا دخلنا لتدهور أو لمرحلة التصعيد، أوكي، هذا قد يضر جدا أهداف الحكومة في معركة الانتخابات. يعني إذا رئيس الوزراء يريد أن يحصل على مقاعد كثيرة في هذه الفترة وفي هناك تكون هناك خلافات بالنسبة لهذه المواجهة أو لهذا الحرب أو لهذا التصعيد الذي قد يحصل، وسيخسر كمان في طيب. يبقى هل هذا ما يغل يد إسرائيل عن رد كبير حتى الآن رغم سقوط قتلى لها؟ خليني بس أكلم الفكرة رجاء، أوكي، لأن إذا أنتم تبعين الخطاب الداخلي الإسرائيلي، الخطاب الإسرائيلي الداخلي في هذه الأيام هو يحظر من هذه الإمكانية ولا يريد الدخول لهذه الأمور، وهو يضع رئيس الحكومة تحت الاختبار، هل هو يتصرف بصورة الذي قد توصل الأمور بصورة غير منطقية إلى مواجهة أو لا. ولذلك على أنا معلش الوقت انتهى، واضح كلامك يوحنان تسوريف الباحث في الشؤون الفلسطينية والعربية في معهد أورشليم القدس. والآن أعود سريعا لزميلي أحمد عبد الرازق وآخر المشاركات. نعم محمد، من آخر ما وصلنا من مشاركات أقرأ هذه التغريدة على تويتر والتي كتبتها داليا لاشين، وهي تقول: أعلن من الآن عدم تضامني مع حزب الله، وفيما يبدو فإن الحرب القادمة تقول ستكون في الجنوب، يكفينا عواطف وجنون، لقد خسروا المعركة الأخلاقية منذ زمن، هكذا تقول. فراس هاتوم يغرد قائلا أيضا هنا: هؤلاء الذين كانوا يتهكمون على عدم رد حزب الله على عملية القنيطرة، هل سيؤيدون اليوم رده؟ إليك محمد. شكرا جزيلا لك أحمد. في نهاية هذا الجزء التلفزيوني من الحلقة نشكركم وندعوكم لمواصلة الحوار في الجزء الإذاعي بعد دقائق. إلى اللقاء.